أكيد هو التحضير وتحضير هذه القائمة للمباراة الفاصلة من المنتخب الكاميروني بدأت منذ إقصاء وخروج المنتخب الوطني الجزائري من نهاية كأس أمم أفريقيا في الكاميرون. لذلك جمال بلماضي بدأ يبحث عن المناصب لأنه التي يمكن تدعيمها مستقبلا، لأنه فيه بعض العناصر اللي يمكن أنها ما تكونش حاضرة في هذه المباراة الفاصلة والحاسمة، فيه بعض العناصر اللي ممكن تسجل عودتها للمنتخب الوطني الجزائري بمناسبة هذه المباراة. لذلك أكيد فيه قائمة موسعة، ربما بعد يوم أو يومين على أقصى تقدير راح تكون القائمة، راح يعلن عنها جمال بلماضي كقائمة موسعة تحسبا لهذا المواجهة. الأخبار تؤكد أنه احتمال بنسبة كبيرة عودة هشام بوداوي إلى قائمة المنتخب الوطني، كذلك أخبار تتحدث على عودة نبيل بن طالب، على عودة إسحاق بالفضيل كذلك للقطيرة، تعزيز القطيرة الهجومية إسحاق بالفضيل. أكيد فيه أخبار تتحدث عن احتمال عدم استدعاء عدنان قديور على الرغم التحاقه مؤخرا بنادي من درجة ثالثة. عدنان قديور غير مستدعى وغير متواجد في القائمة. أخبار تتأكد أنه لن يكون معني بهذه المباراة الفاصلة عدنان قديور. هذه هي الأسماء اللي ممكن أنها تسجل عودتها، لكن بقي الأسماء معروفة لأنه راح تكون قائمة من 23 لاعب عكس مباراة أو نهاية كأس أمم أفريقيا إن تم السماح لكل المنتخبات باستدعاء 28 لاعب. هذه المباراة 23 لاعب، ثلث حراس في القائمة، الباقي 20 لاعب على الأكثر يكون في كل منصب لاعبين إلى ثلاث لاعبين مثل ما حدث في نهاية كأس أمم أفريقيا مثلا فيما يتعلق بالظهير الأيمن عطال بن عيادة وكذلك حليمية. باقي المناصب راح نشوفه كما قلنا الأسماء المعتادة، نفس الأسماء السابقة. ازداد حدود ضئيلة في هذه المباراة الرفيق. لماذا حدود ضئيلة؟ لأنه راح يكون ظهير أيمن وراح يكون البديل اللي هو بن عيادة وبن يوسف عطال اللي متعودين على أجواء المنتخب، لأنه هو جمال بلماضي يتخوف في كل مرة من إحداث تغييرات، حتى لما كانت عنده فرصة أو حتى كانوا عنده مباريات رسمية بين قوسين ودية اللي كانت مؤهلة لنهايات كأس أمام جيبوتي أمام النيجر، وما حدثش فيها تغييرات كثيرة حتى يتعرف على بعض اللاعبين، فما بالك أنه يغامر في هذه المباراة الفاصلة من منتخب الكاميروني؟ أمر مستبعد أنه يغامر ويغير العديد من اللاعبين. الحارس السابق لشباب الوداد يقدم مستويات متألقة، يعني نسبة حظوظه ضئيلة جدا أم منعدمة أم لا؟ هي نبيل لما نتحدث على مثلا قايا مرباح مثلا بنيطو، هاد اللاعبين كلهم عندهم مكانتهم وكلهم يستحقون التواجد بعد المباراة كلهم الفاصلة. أكيد ولكن بعد المباراة الفاصلة يستحقوا التواجد في هذا المنتخب، لكن في هذه الفترة أمر مستبعد خاصة بالنظر لعقلية المدرب.